نادير الشرقاوي، منسقة حركة مصريات من أجل التغيير. هي حركة مصريات هي حركة مهتمة بالمرأة، وفيها جزء كده عن العنف ضد المرأة اسمه خدي حقك. خدي حقك في العنف ضد المرأة عامة، العنف الأسري والتحرش وأي عنف بتواجهه المرأة، حتى الاضطهاد في العمل أو الاضطهاد في الشارع. احنا النهارده جايين ندوة نتكلم عن مبادرة شفت تحرش. مبادرة شفت تحرش هي مبادرة نزلت الشارع، اشتغلت عمل ميداني عشان تعرف الناس وتفهم الناس ايه هو التحرش، ايه اسبابه، نحلوه ازاي. تفهم الشارع والعمل والمجتمع المدني ان في مشكلة بالفعل اسمها تحرش. فاحنا النهارده جايين نتكلم في الشارع الدمنهوري، لان الشارع الدمنهوري والشارع البحراوي ليه حاله خاصه، لانه مجتمع مغلق عوائلي قوي صغير قوي، فلسه الموضوع ما خدش الحد في الشارع او المجتمع المدني، لسه الناس ما ادركتش ان في بالفعل مشكله في الشارع الدمنهوري وفي الشارع البحراوي، ان في مشكله تحرش. فاحنا جايين نتكلم ده، نطرح ده في المكتبه، وكويس ان المكتبه وان الاماكن والهيئات والمؤسسات العامه ابتدت تعي ان في بالفعل في مشكله لابد من النقاش فيها ووضع حلول ليها. احنا النهارده جايين نتكلم في ده، ونحط ونسلط الضوء قوي على الشارع الدمنهوري والشارع البحراوي، ونتكلم عن ازاي نحل المشكله، نطرح المشكله وازاي نحل المشكله، نحط مع بعض حلول، نساعد بعض ان احنا نحل. مش بالضروره نحط حل قطعي او حل خلاص من الاخر، احنا جايين نتكلم مع بعض، نتناقش مع بعض، نعرف الناس والمجتمع ان في بالفعل مشكله. تمام. طيب من خلال بقى الندوات اللي حضرتوها قبل كده واللي قدمتوها، كان في مثلا مشكله معينه او كان في سبب معين لظاهره التحرش؟ هو السبب معروف، يعني قله وعي بس المشكله مش في كده. المشكله ان الامر ابتدى يتطور، الامر ابتدى يتزايد في الشارع، الامر ابتدى ياخد منعطفات تانية للاغتصاب او استخدام بقى السلطه للامر، والامر اصبح متطور بشكل مؤذي او بشكل خطير. هي الاسباب كتير، يعني لما نيجي نتكلم عن الاسباب فاحنا هنتكلم عن اسباب كتير، الاسباب كتير ووجهات نظر كتير، البنت، الولد، الشارع، الدوله، المجتمع الكبير. فاحنا مش هنتكلم في الاسباب على قد ما هنتكلم في ان في مشكله ولابد من حلها. ممكن بقى نبذه سريعه عن كل ضيف النهارده جاي؟ هو استاذ فتحي فريد، هو مدون وناشط حقوقي، بيشتغل عن قضايا المرأة عامة وبيشتغل عن التحرش خاصة. هو مدون، عنده مدونة ومدونات عن التحرش، واشتغل كتير في المجتمع المدني واشتغل كتير على موضوع التحرش دوت، ويمكن أكتر من أي بنت كمان اشتغلت فيه. وأستاذة جانيت عبد العليم هي ناشطة سياسية وناشطة حقوقية كمان في المجال دوت، وهم من مؤسسين مبادرة شفت التحرش. عرفت ان في مدربه تقريبا، واستاذه وكابتن دينا اباظه دي جايه تعمل حركات سيلف ديفنس تعلم الناس، ودي على فكره اول مره تحصل في دمنهور، يعني اول مره مدربه سيلف ديفنس تيجي وتعمل وتعلم البنات الدفاع عن النفس. ان شاء الله تبقى ندوه كويسه وتتكرر دايما ان شاء الله. شكرا.